اميرات، نهار جديد، فيديو جديد، كي دايرين؟ لاباس. جبت لكم اليوم ان شاء الله البنات بعجينه وحده، درت بريوش وكرواسه وجات رائعه البنات، وجات غزاله. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايك ومن البارطاج ومن الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله جديد القناه. وغنخليكم ان شاء الله مع مقادير وطريقه التحضير، واستودعكم الله، والسلام عليكم. السلام بنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ قبل ما نبدا ان شاء الله الفيديو ديالنا، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله البنات، الوصفه ديالنا اليوم ان شاء الله غنديروا كرواسه، وغنديروا شويه ديال بريوش ان شاء الله بعجينه وحده. حنا ان شاء الله المقادير ديالنا عندنا هنا البنات، خديت بوطه فيها شويه ديال الملح، عندنا 4 كاس ديال الزيت، عندنا 4 كاس ديال السكر، عندنا البنات خماره فانيليا بيضاء، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوليه، وعندنا الدقيقه البنات على حسب الخليط. غنبداو ان شاء الله في الخليط ديالنا، غنضيفو بيضة، غنضيفو البنات السكر، غنضيفو فاني، نضيفو البنات الخميرة ديالنا، نضيفو الزيت، نضيفو البنات المقادير كامل إن شاء الله. وعندنا البنات المدافي، غنضيف قلت لكم البنات غنضيفو جوج كيسان ونص ديال الماء، صافي الماء البنات دافي، صافي صافي البنات. وغنخلطو هاد الخليط مزيان. عندكم البنات ضيفوا الحليب ولا الماء ولا اللي حبيتوا ديروا ديروا. صافي البنات، غنبداو نضيفوا بطبيعه الحال عندنا الدقيق مغربل، نبداو نضيفوا الدقيق بشويه بشويه. العجينه البنات تكون شويه شاده راسها حيت باش نتحكموا فيها، ما تكونش مرخوفه. قلت لكم البنات الخليط الدقيق على حسب الخليط، غندير ان شاء الله الخماره ساهله البنات. العجينه ديالها في ساعه كتوجد، نحركو مزيان البنات هاد الخليط هذا، ونبداو نضيفو الدقيق تاعنا شويه بشويه حتى ناخذو القوام ديال العجينه ديالنا. نزيدو نضيفو، انا عيني ميزانية البنات كيف كنقول لكم ديما الدقيق على حساب الخليط، الا كاينين العجائن اللي كتكون عندهم الوصفه كتكون الدقيق مضبوطه ما تقدريش تزيدي عليه. صافي البنات، غادي نخدموا هذا الخليط، وغادي نزيدوا ان شاء الله الدقيق لان العجينه باقي عندنا مرخوفه. نخلطوها بشويه، نبداو نضيفو البنات الدقيق بشويه بشويه اللي حتى نتحصلو على العجينه اللي حنا بغيناها. صافي، ونغطيوها البنات ونخلوها تتخمر، وديك الساعه غنبداو نشكلو فيها ان شاء الله. أمه يا عيوني يا أجمل اللحون، هنايا وأماني في حضنك الحنون، يا منتهى شعوري يا أجمل الزهور، تعبت دوما حتى أعيش في سروري. أمي فداك روحي يا منتهى طموحي. أنت القوام ديالها تكون شاده راسها، تكون خفيفه، ما تكونش البنات كتلصق في اليد. ها بحال هكا ما تكونش البنات كتلصق في اليد. صافي، غادي نخلوها البنات ترتاح تخمر، وان شاء الله نكملوا باقي الخطوات. الامان حقا و
وبلسم الجروح، حبيبة الخفاق وحلوة العناق، يزول كل حب وحب أمي باقي. هنا البنات خديت 100 غرام ديال الزبدة ذوبتها وزدت على واحد جوج معالق ديال النشا وحركتهم مزيان. هاد الخليط البنات هو ان شاء الله اللي غادي نورقوا به الكرواسه ديالنا. هنا البنات من بعد ما خمرات العجينه ديالنا غادي نشدوها ان شاء الله البنات، غادي نرشوا الدقيق فوق وسط الحامل صافي، وغادي نديروها على شكل بودان كبير، وغادي نقسموها ان شاء الله على جوج، باش ان شاء الله كيف قلت لكم البنات غادي نخرجوا جوج الاشكال ديال البريوش. غنخرجوا بريوش ان شاء الله، غادي نشوفوا الشكل الجديد وكرواسه ديالنا. غادي ناخذوا البودان الاول البنات وغادي نديروه هكا، غادي نحربلوه على شكل بودان طويل، وغادي نقسموه على 6 ديال القطع، وغادي نبداو البنات ان شاء الله نكوروا في هذا القطع ديالنا بهذا الشكل بحال ما هكا صافي، اللي حتى نكملوا ان شاء الله القطع اللي عندنا كاملين بحال ما هكا البنات كيف كتشوفوا. ملي غنكملوا القطع ديالنا ان شاء الله البنات كاملين غادي نبداو ان شاء الله نطلقوا فيهم صافي ونورقوا. ورقة عندنا شكل دائري بحال ما هكا، نرشو الدكيك ولا بنشا باش ما بغيتو تورقو صافي بحال ما هكا البنات بحال هكا. وناخدو شي بلاطو ولا شي حاجة ونحطو فيه هاد البلاصة بحال ما هكا. هنا البنات هدا خليط ديال الزبدة دوبتو ونشا، ناخدو البنات سباتيل وندهنوها بحال ما هكا كاملة. صافي نحطوها البنات، ناخذ الثانيه نفس توش البنات الدقيق صوصوها البنات ونحطوها على ذاك هكا. دهنو حتى هي البنات بالخليط الزبدة والنشا ونتبعو البنات حتى نكملو كاع الكرات اللي عندنا صافي البنات. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كنبقاو هاد الاخره البنات ما كندهنوهاش بالزبده لانها هي غتبقى هي فوقانيه باش غنورقوها صافي. غنغطيوها ان شاء الله بشي بلاستيكه ونخلوها ان شاء الله حتى ترخف شويه، وعاد غادي نطلقوها ان شاء الله. ها هي ترخفات وديك الزبده كرمات. دابا البنات غادي ندورو ان شاء الله غادي نديروها فوق السطح العمل وانتوما معايا صافي البنات. ها هي غادي ان شاء الله غادي نطلقوها صافي ونقطعوها ونبداو نشكلو فيها. نحاولوا البنات نديروها على شكل
مربع او مستطيل، نحاول ما نرققوهاش بزاف باش تعطينا داك الفيطاج، وغادي نشكلوها ان شاء الله. موس، نحيدو هاد الاطراف هادو بحال هكا صافي. غنحاول نقسمو هاد الناس من النص، وغادي نشكل. انا غنديرو مع صغار البنات بحال هكا. الناس ما عندي الشوكولات ديال كرواسون، خديتها الشوكولات هذا. خدموا باي شوكولات بغيتو تخدموا به تخدموا به بحال ما هكا صافي. ونبداو نخدموا ان شاء الله. ديرولها هكا ديرها هكا، نبداو صافي. نبداو نخدموا البنات بحال ما هكا. نحاولوا البنات هاد الساروت هذا نديروه لتحت ونوركو عليها بحال ما هكا بحال ما هكا البنات. نتبعو البنات بهاد الشكل لي حتى نكملو الكرواسة ديالنا. نحاولوا البنات هذا يجي لتحت، نتبعو بحال هكا نتبعو بحال هكا صافي. نمشيو كاملين ونتلاقاو ان شاء الله. هانتو البنات هايا، بعد ما شكلناها درناها في اللاطه. حاولوا البنات تباعدوا مع من مع بعضياتهم، ديروا لي سباس مع بعضياتهم بحال ما هكا، باش باقي غادي تنفخ. ملي غتنفخ غادي تلاصق، اللهم من الاحسن ديروا بحال ما هكا. غادي ندهنوها ان شاء الله بالبيض ونحطوها تضاعف الحجم ديالها. عاد البنات غندخلوها ان شاء الله الفران. طيب الفران يكون سخون البنات 200 درجة فوق ولتحت. بالنسبة ليكم البنات كتحمر من الفوق، نطفيو الفوق ونخليو لتحت ونخليوها حتى طيب على خاطر. صافي البنات، هذا هو الشكل ديال الكرواسون تاعنا ان شاء الله. صافي البنات، ها هو الشكل. دابا نخليوها حتى تخمر طاف الحجم ديالها وندخلوها طيب ان شاء الله. أمه يا عيوني يا أجمل اللحون، هنايا وأماني في حضنك الحنون، يا منتهى شعوري يا أجمل الزهور، تعبت دوما حتى أعيش في سروري. أمي فداك روحي يا منتهى طموحي، أنت الأمان حقا.